تحياتي لكم، معكم الأستاذ محمود مع علاجات ووضعيات حركية لأي شخص ممكن يعاني من انزلاقات غضروفية أو ديسكات في المنطقة الصدرية. المنطقة الصدرية باختصار بتتألف من 12 فقرة. الفقرات تعون المنطقة الصدرية فقرات طويلة وبشكلوا الانحناء الأمامي، والفقرات الصدرية فيها تضيق بيكون أكثر من الفقرات القطنية والعنقية في القناة النخاع الشوكي، وهذا بيؤدي إنه أي انحناء أكثر من الانحناء العادي للعمود الفقري اللي لازم نكون مستقيمين الكيفوزيس، بيؤدي لتضيق في هذه القناة. الديسكات إذا بتصير في المنطقة الصدرية بتصير في أسفل المنطقة الصدرية، يعني ال تي 10 تي 11 تي 12، وبتؤدي الأعراض. إذا كان الموضوع انزلاق غضروفي بتكون الأعراض ضاغطة، الديسك بيكون ضاغط على العصب الفرعي، والعصب الفرعي بينقل الآلام هذه للمنطقة الصدرية. فبنتوقع إذا كان في عندنا انزلاق غضروفي وضاغط على العصب في المنطقة الصدرية إن الآلام تيجي على يا جهة يا جهتين، بس بالأحرى أو بالأكثر شيوعا جهة واحدة في منطقة القفص الصدري، والتنميل والخضران والأعراض العصبية نفس الشيء بتيجي مع عملية امتداد العصب للمنطقة الصدرية. اللي بنقدر من خلاله نميز هل هو ضغط على قناة النخاع الشوكي في المنطقة الصدرية الميوباثي أو الميو كومبريشن، في هاي الحالة حنشعر في أعراض في منطقة الرجلين في منطقة الحوض. إذا كان ضغط على النخاع الشوكي بيكون في أعراض في الرجلين وفي الحوض، من تنميل، من خضران، من آلام، من ضعف في انتقال الرجلين وضعف في الحركة، من اضطرابات في التوازن، من اضطرابات وضعف في عضلات المثانة وعملية السيطرة على التبول أو عملية الانتصاب، عملية البراز، التحكم في عضلات البراز، الإمساك. هذه كلها أعراض عصبية من النخاع الشوكي. إذا هاي الأعراض موجودة طبعاً التدخلات مختلفة عن التدخلات اللي ممكن نعملها في الانزلاقات الغضروفية، بس بدنا نطمن في البداية إنه شو التشخيص. هذا من إحدى الأسباب للآلام هذه في المنطقة الصدرية، في أن آلام ممكن تحصل بسبب أمور داخلية زي التهابات الكلى أو حصوات الكلى بتعطي آلام في الخلف، مشاكل العظام وسرطانات العظام حتعطينا آلام في المنطقة الصدرية، بس هذه آلام بتكون مختلفة مع تعرق ليلي وأعراض تانية. وإحنا عارفين في الفحوصات إنه في عنا سرطانات أو شيء، هشاشة العظام حتعمل آلام، بس هشاشة العظام كمان بيكون في إلها أعراض تانية زي يعني ببقى عامل فحوصات وعارف إنه في عندي هشاشة كبيرة وبيكون في عندي التهابات في العظم وبصير في عندي هذه الآلام. فممكن يكون عندي كسور بسبب الهشاشة أو بسبب حوادث أو بسبب قعدة طويلة بشكل غير جيد مع وجود هشاشة، حيؤدي لكسور بسيطة في المفاصل في مناطق مختلفة من الفقرات وتنكس هذه الفقرات. الكسور وآلام الكسور هذه آلام حادة، آلام ما بتروح مع الوقت، آلام بتصير تزيد مع الحركة أو مع أي تمرين. وآلام الكسور سهل إنه نتعرف عليها أو نشخصها بصورة أشعة اللي تعطينا ضمان إنه ما في عندي كسور. في عندنا مشاكل، ممكن آلام تيجي بسبب مشاكل الخلايا السرطانية في مخ في أعضاء تانية مش في العظام، وهذه كمان بتعطي أعراض آلام في العمود الفقري، بس هذه الآلام بتكون آلام بتيجي بشكل مفاجئ، بتيجي بعض الأحيان في الفترة الليل
بتيجي وبصاحبها تعرق شديد، هذه الآلام ما في إشي بيأثر فيها؟ يعني إذا عملنا حركات، عملنا تمارين، حطينا برودة، حطينا حرارة، حطينا زيوت، عملنا مساج، فيش فرق؟ لأنه ما في عندنا أي تأثير وما بنحس بأي تحسن. فممكن تعطي كمان أعراض. ماشي. هلا إذا كان عندي انزلاق غضروفي في منطقة صدرية، أول شيء في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة صعبة وبتكون آلام شديدة وحرقان وصعوبة في أي حركة، حتى النفس بيألمني وبضرب علي من الخلف للأمام النفس، لأنه لما نتنفس الأضلاع مرتبطة في الفقرات الصدرية بالمفاصل. في هاي الحالة أي حركة لا التنفس حيحرك الفقرات وحيحرك الانزلاق وحيعمل ضغوطات على العصب وحيعطي الآلام هذه، ولا سبيل إلا أن نتنفس، ومن هنا حيأخذ وقت أطول شوي في العلاج. بس العلاج الحركة خلينا نبلشها في البداية، بحاول أحط مخدة بالطريقة هاي على الأرض أو على شيء يعني فرشة، وأخذ الوضعية المريحة اللي أقدر أسيطر أو أزحزح شوي الفقرات، اللي أعمل تعديل لوضعية الديسك وأحرر قد ما أقدر العصب. فبدي أحاول أول شيء أحط المخدة وأحط وضع حالي في الوضعية هذه وأنام فقط 5 دقائق. المفروض إنه هاي الوضعية تريحني شوي، تريح الألم وأحس إنه صار فيها الألم صار ينسحب ويتجه لفقرات الظهر ويصير يخف شوي. مع هاي الحركة بصير أتطور وصير آخذ شهيق وزفير، فقط شهيق وزفير 10 مرات كتحريك بسيط. بعدين ببلش شوي شوي أرفع أحط إيدي بالطريقة هذه، بس المرة هاي بدي أحطهم للأمام، يعني أزيح الإيدين للأمام شوية وصير أعمل قد ما أقدر. المرة الأولى حتكون صعبة لأنه في انزلاق، في إشي مانع إني أرفع حالي لفوق، وكل ما أحاول أرفع بحس إنه الألم صار يشد ويزيد، ما بوصل لمرحلة الألم وبرجع. بعدين بصير أرفع حالي لفوق وآخذ فقط شهيق وزفير. لما اخذ زفير بحاول اطول الزفير، لانه لما اخرج الهواء انتم بتلاحظوا انه صار في سقوط وهبوط للمنطقة الصدرية لتحت، وعشان احرك انا وارخي اعصابي بحط ايدي للامام، طبعا للامام اللي الحركة تكون مركزة على المنطقة الصدرية. لما اعمل الحركة هاي للخلف، لما بدي اعمل للمنطقة القطنية ديسك في اسفل الظهر بجيب ايدي للخلف، هيك الحركة مركزة على الاسفل العمود الفقري. في هاي الحالة الحركة مركزة اكثر على المنطقة الصدرية وماخذ حركة عضلات، ممكن تعمل تشنجات اكثر. في هاي الحالة انا بشيل الانقباضات في هاي العضلات وبرخي العضلات هاي والحركة بتكون اسهل. المهم بدي ضلني على مدى 3 أيام هذه الحركة العلاجية الرئيسية اللي بدي استخدمها، بدي أضلني كل ساعة أكرر الحركة هذه 10 مرات 15 مرة كل ساعة في وضعية النوم على البطن. هذه الحركة الوحيدة فقط في المرحلة الأولى اللي نقدر نسيطر على الانزلاق ونحسن من الأعراض ونخفف من الأعراض. طبعا انا مش حوصل للوضعية هذه بسهولة، حتبع واشيل مخدة، ممكن انام على ظهري واحط الكرسي شوي شوي اللي اقدر انام على بطني. فباخذ الحركة هاي الحركة حتساعد كتير اذا في عندي انزلاقات سواء في اسفل العمود الفقري او المنطقة الصدرية، اللي اقدر احرر العصب شوي شوي بحركات بسيطة
ارفع جري شوي شوي على الخفيف، ما ازيد الانحناء. هذا زيادة الانحناء في الانزلاقات الغضروفية، اذا حنيت اجري بالطريقة هذا هاي وانا عندي انزلاق، هذه الحركة خطيرة جدا، لان هاي الحركة بتسبب زيادة في الانبعاج وفي الانزلاق، فحتسوء الحالة اذا كان في عندي انزلاق غضروفي بعمل هاي الحركة. بس انا بحط اجري وبعمل هاي الحركات البسيطة الخفيفة قبل ما اعمل اللي اعمل عملية ازاحة بسيطة وتليين قبل ما اعمل على بطني. المرحلة هاي بدها تتبعوا هاي الحركات مع الكمادات المياه الباردة ودهن بعض الزيوت الخفيفة البسيطة على المنطقة الصدرية وعمل الكمادات كل ساعتين ثلاثة 10 دقائق ربع ساعة، بس تقيدوا في هاي الحركات، وبعدين لما تتشافوا بعد 3 أيام تخرجوا من الوضع هذا بعطيكم تمارين تانية. سلامات.